اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أكثر من خمسين وظيفة بالكادر المدني بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لتمكينها من تطوير عملها في مختلف المجالات ويأتي ذلك في إطار حرص سموه الدائم على توفير أفضل سبل الراحة والرخاء لأبناء الإمارة وفي اطار دعمه لشرطه الشارقه وتمكينها من استيعاب ابنائه المواطنين من خريجي الجامعات والثانويه العامه في مختلف التخصصات